انتي اكتر واحده متبهدله في البيت ده يعني. واللي بعدك مين؟ مهند بيتضرب بس مش نفس الضربة اللي انا بتضربه، لان يعني انا اكتر. اخوك عايش مع ماما تالت؟ ده بعيد. ده ربنا نجاه. سن صغير، كام سنة؟ 9 أو 10. مين؟ لو هتقولي حاجة لبابا تقولي له ايه؟ والله حسبي الله ونعم الوكيل فيك، في اللي انت عملته فيا واللي انا شايفاه من سببك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، عشان انا من ساعة ما جيت لك وانا متبهدلة وشايفة ايام انا عمري في حياتي ما شفتها. انا كنت عند ماما احسن واحدة يعني في اي حد، احسن واحدة، كنت بيجيلي كل حاجة، كان بيجي يعني حتى لو مش معاها كانت بتستلف وبتجيب لي، وبرغم خلتني ان انا ابص لحد بس ان انا محتاجة. كانت بتشتغل 3 شهور عشان ما تسيبناش. وعايزة حقي جدو، عشان جدو اتبهدل بسببي في آخر يعني الراجل 74 سنة اللي هو اتضرب كده بسببي. أنا عمري ما هسامح نفسي بسببه، سكوتي انتي متبهدلة ايه؟ بس هو أكتر لأنه هو راجل كبير أنا أستحمل عنه. لا هو يستحمل، انتي ما تستحمليش. هو فاهم، انتي مش فاهم. هو عارف يحصل معاكي كده ليه. اما انتي ذنبك ايه؟ هو بينتقم من ماما فيا. فيكي انتي. لا انا مش هوريها لك الا لو يعني وهي بايظه. ماما أول ما شافتك كده عملت ايه؟ خدت تعيط في الشارع وتصوت. هما بيعملوا فيكي كده ليه؟ انا عمري في حياتي ما اتضربت كده، عمري في حياتي ما اتضربت كده، ولا عمري في حياتي شفت يوم من انا شفته دلوقتي او في حياتي، ولا عمري كنت اتخيل ان انا اشوف كده اصلا. منعوني من تعليمي، انا ليه انا ليه اخد الاعداديه واقعد؟ انا كنت تروحيش مدرسة؟ مين اللي منعك بالظبط؟ بابا قال لي انت مالكيش تعليم، يعني ايه ماليش تعليم؟ انت كده خلاص كفايه عليك الاعدادي وهيجيلك عريس ويجوزك وخلاص. قلتيله ايه؟ قلت له بابا عايزة اتعلم زي كل البنات. قال لي لا انت مش زي اي بنت، امال ايه؟ انت يعني مش، عشان هما كانوا شايفين ان الست اللي بتطلق بتبقى ست مش كويسة، فعشان انا شبه ماما فشايفين ان انا مش كويسة شبه ماما فبيعملوا كده. ايه اللي بتقوليه ده حقيقي؟ يعني انت كل تهمتك في الحدوته الصعبه دي انك فيكي ملامح من ماما؟ ماما وهو قالها لها، هو قال لها وقالها لي قال ايه؟ يعني انا انتي، انا انتي الوحيده اللي ما بحبكيش عشان شبه امك في كل حاجه. هو بيكره ماما قوي كده ليه؟ مش عارفه، انا ما حضرتش اي حاجه ما بينهم، ما حضرتش مشاكل، ما حضرتش حاجه. انا اول مره اشوف اللي انا فيه واول مره اعدي باللي انا فيه ده. مهند وانتي كنتوا بتقعدوا تقولوا لبعض ايه؟ فين انتوا قاعدين في الأزمة والضرب ده كنا والبهدلة بنقعد دي؟ نعيط لبعض وبنقعد نفضفض مع بعض عشان نفك وكده. هما كمان كانوا مانعيني ان انا اقعد مع مهند، يعني انا ومهند قاعدين في بيت واحد، لا ما نتكلمش مع بعض، امال تعملوا ايه؟ اشوفه ما ردش عليه ما اكلموش، ولا هو يكلمك؟ ولا هو يكلمني ولا انا اكلمه، وهو في حتة وانا في حتة، ولما وعايزينه كل ما يشوفني يضربني ما يسيبنيش في حالي. عايزين مهند كل ما يشوفني يضربني ويجي عليا ويكسر بين نفسي وسط الناس وكده. كنتوا بتاكلوا؟ مين بيطبخ لكم ومين بيغسل لكم هدومكم؟ انا كنت بغسل هدومنا انا ومهند، بغسلها له، والاكل كان بيبقى كل يوم اندومي وبيبس وكده. بس مين بيعمل ايه؟ مش فاهم. اندومي بيبقى، كان ماما كانت معانا فلوس من ماما وكنا بنجيب بها اندومي، ممكن نقعد يوم ما ناكلش يعني، بتبقى كده كنا مقضينا كده. هو انتوا كنتوا قاعدين في بيت لوحدكم؟ شقة لوحدكم؟ لا كان معانا ست كبيرة امه، طب ما تديلكوش تاكلوا ليه؟ يعني كانت بتاكل ايه؟ يعني هي كانت بتعمل حاجات احنا ما ناكلهاش،
يعني كانت بتعمل حاجات غريبة كده. ايه انتي باباكي قلتي ان هو متجوز؟ عنده اطفال ايه بقى؟ عنده مكة وسليم. مكة؟ وسليم كام سنة؟ 3 سنين مكة وسليم سنتين. وعاملين ايه بقى وعامل معاهم ايه؟ بيجيبهم كل حاجة ومش بيمنعهم من أي حاجة ومش بيستخسر فيهم حاجة، وجايب معاهم شنطة ذهب مكة وسليم، شنطة دهب ليه؟ انسيالات وكده. بيشتري لهم هدايا كتير. واحنا لا، ما كانش بيستخسر فينا.